وش صار معكم؟ الان بيطلعون لحظات بس. احنا جاهزين ها؟ ها؟ احنا جاهزين. الجي كلاس وين ابغى اشوفها؟ خل السلاح على الرهائن يا ذا، بشوف الجي كلاس. بس صحيح ما راح تشوفه. هلا بشوفها، ماني بطلع لين ما اركب موتري واشوفها. جاك العلم. هذا الموتر ابى اشوفها، في بنزين ما في بنزين؟ ابى اتاكد من مكينته بفحصها لين ما زي ما اخذته ترجعونه. يلا اوكي يلا. سوات مشاركين بالحاله ترى. ما شاء الله. ادخل 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 ادخل. اللي هنا وينه؟ ورا 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 لك دا ورا دا. جيم والله العين شيطانك يا ذا سلبتوه. جيم جيم. هلا ماما. ها بابا. قلت امي. ها بحرفي. شو اسمه؟ شوف الايس كريم. يلا يلا. اذا هو شو اسمه؟ ايس كريم شأني شؤوني او لا اذا شو فصخي. طيب يعني طيب يلا 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 يلا. اسالي. يلا. يا عسكري انت مش شؤون. عسكري. عسكري جيب الزاوية جيب الزاوية جيب الزاوية. عسكري انت من الشؤون؟ رد علي. اكلمك انا، انت ما تسمع انت؟ هلا هلا هلا. انت من الشؤون؟ هلا. ها؟ هلا هلا. وش هدفك يا عسكري؟ وش هدفك من الوزارة؟ ثاني خليك معي. ايه ما عليكم ما عليكم ما عليكم. مشيك السيارة مشيك السيارة. خليك منتبه. وين سي وان يا مفاوض؟ بس انتبه على هاي. وش معك موتر؟ معي موتر شيل اثنين. صرف نفسك، ما حد يبيك في الدنيا، راح انتحر. ساطي حتى لو مسكت انت، انت وضعك بسيط، انا انفرادي مليار بالمية، عشان كذا بنتهرب انت. ما عليه امورك طيبة. وين سي ون؟ والحين بيجينا بقرب وقت ان شاء الله. ما سكرت الشات؟ سي ون وينه يا جاكس؟ ان شاء الله راح يجينا بقرب وقت. يا الله امي مكلمتني على الواتساب. يا الله خلني ما ادري هذا. هذا العسكري اسطوري. ما تقفل الشات، الله يقطع شيطانكم يسرق. قفلت قفلت. اسماعيل 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 اسمع، اعطيته عروضه مواطن. الحين بعطيه عروض. شوف يا مواطن، ايش رايك تسلم نفسك مقابل الله امي بالوقت. مقابل ايش؟ 20,000. 20,000؟ لا انت يا المفاوض سم، نحتاج بس الشخص الثاني يطلع برا. ليه؟ ويوقف عند الباب بس، وادخل مكانه بس. مدة دقيقة. عطني سبب. دقيقة
بس بس فقط نبي اشخاص يشوفونه اللي داخل بالسياره. لا لا ما في احد بيشوف احد. لا 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 ما راح يشوف احد. حياك الله يا غالي. ممتاز. طلب بسيط بس طلع لا انت بس خلي يناظر بس يناظر ليش؟ طيب بس نفهم بس ابي يشوفون طقمه بس يشوفون طقمه ايه فقط. برضو احس انه شيء غريب. انا نفذت لك اصعب طلب اللي هو يجيب لك الجي كلاس. اول حاجه دخل اسلحتكم كلها. مدخلين اسلحتنا هذا مو مدخل هذا خليه يدخله. دخل اسلحتكم. طلب طيب اطلع يا مواطن عشان العسكري هذا محترم اطلع. هذا هو. لا لا خليه يلبس ملابس. ما عنده ملابس. ما عنده ملابس. اللبس اللي كان لابسه ما عنده ملابس. لا لا ما عنده ملابس. شوفه ما عنده ملابس. تعرفني زين يا رئيس الشرطه انت صحيح؟ خليه يلبس ملابس. تعرفني زين يا رئيس الشرطه اللي كان لابسه هذه ملابس يا اخي. يا اخي من ملابسه هذه؟ رئيس الشرطه فين احمر باحمر؟ رئيس الشرطه تعرفني زين هذه ملابس. يا بلغتك لا يلبس ملابسه. بلغتك يا حضره الشرطي لا تطول ولا تظلم الناس. لا تظلم خلق الله. لا تبتلون خلق الله ولا تظلمونهم. انتم وشو سرقين الوزير ولا ايش بالضبط؟ ما ادري اتوقع سرقين بقات الوزير للحين قاعدين يتفاوضون. اصبر يلا يبغون يشوفون ملابسنا. سكت معهم يشوفون ملابس. يا رئيس الشرطه اتمنى تستعجل. اسمع 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 بس اسمع اللي برا اخوي انا قل ايه ولا ما ادري الصدق كيف اعرف اخوك ولا ايوه. البس البس ملابسك. البس ملابسك. البس ملابسك وخليه يشوفها. خليه يشوف ملابسك. الله اكبر. لا البس ملابسك خليه يشوفها عادي. يا اخوي ما بينشبونها فيه ممكن. ايش دخل بالملابس هم يحكمون؟ ما ادري عنهم. خلاص. ما عادي عادي. طيب يا حضرة العسكري. عليكم يا علم عليكم راح يرمي. يقول ما شفنا اي طقم يشبه له. كيفك؟ طيب نرجع نكمل الان. الجي كلاس حقتي وينها؟ طيب وش كان عرضك يا تقول لي؟ يا جماعه انتم في الكابس ولا وش؟ وش كان عرضك يا فهد؟ طال عمرك طال عمرك. دقيقه احتاجك طال عمرك. سلم نفسك يا مواطن. يا عبد العزيز هلا. يا تبي تاخذ صوره الوجه يعني ولا وش؟ تمتو. لا والله ما نبقى تصور. شنو اصورك؟ ما ادري اشوفك كذا قاعد تناظر من زوايا. بس قاعد انا اطقك بوجهك. لا وجهي ما في شيء. مشبه عليك. غلطان غلطان. والله بس مشبه عليك. ليش؟ لا بس اسهل. استغربت شوي. لا والله مشبه عليك. تدرون وش عقوبة اللي ياخذ الجي كلاس؟ ما ادري صراحة ولا ابي اعرف. ما هو ما يحتاج تعرف ولا يحتاج تدري. تدري ليش؟ لانها بتطبق عليك انت اول واحد. انت زليت. ان شاء الله تطبق عليك قسما بالله يا عبد العزيز. انت زليت انت زليت. اقصد المجرم ترى. يا رئيس الشرطة الشرطة طولنا مرة وقاعد فوض مع عشرة. طيب لكن ما صحك. قاعد اسمع ناس يصيحون هناك يا تاج راسي الله يسعدك. ازعاج والله يا غالي. ترى سارقين بقالة احنا مو مسويين شيء ثاني. طيب بدخل شيك على هيئة الرهائن. طيب تدخل شيك على هيئة الرهائن والمفاوض مشيك مرة ثانية لين تأخرنا. لا 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 ما راح تشيك عليهم. أعطيتك العلم. ما أنت بشيك. ما أنت بشيك. لا تدخل بخطفك. تدخل بخطفك علمتك تسمع. تعدي على ذبة الباب برفع السلع على راسك بشلك على طول تيك هوستج. طلعونا مسخت عاد. أعطيناكم وجه. عشرة يتفاوضون ما سلكناها. خذيتوا الجي كلاس سلكناها. يلا أطلع أطلع. حبيبي وش اللي يطلع أطلع. حتى شروط خروج جامن ما اعطيتني. تبغى السالفه انت كذا فذبح ام العساكر الان هنا وانهي ام الموضوع. يلا يلا عسل. لا 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 يا ما ادري هذا سوالف الدنيا. قال لك حط السلع على راس العسكري اول واحد. تسمعني يا مواطن؟ ما راح اسمع منك شيء لين ما اتاكد من الجي كلاس حقتي. طيب
بلاغي مرة سي 1 كلم سي 1 لا يطولها. اقول لك الشروط لين ما يجيك. راح اقول لك الان الشروط لين ما يجيك تمام؟ ممتاز. اول شرط وهو توجهك مرر هروبا من على الجي كلاس تنفوق. كان هذا اللي طلبات ان نجيب الجي كلاس ويضع هروبا من عليه ويضع راتب هذا وقال لهم شروط الهروب دائما ابي اركز. وانا بعطيك معلومات. ممتاز. اذكر انك كان معك اول ما تقابلنا. تمام تسمعني يا مواطن؟ اسمعك بشكل سريع الأنت. اول شيء عندك توجه للمسطحات المائيه 10 دقائق لمده الهروب الامن. التدخل الخارجي. وايضا اذا صعدت بهذه السياره حاولت تصعد فيها ارصفه. تمام. اه يلا يلا خلنا نستعجل ما انتم جايبيني. اصبر دقيقه. في شيء بعد يا طويل العمر؟ انك تدخل من محل المجوهرات من تحت. طيب تمام. ممتاز خلاص وصلت جميع المعلومات. ابغى شيء كالجي كلاس. اتوقع في شيء بعد ولا؟ في شيء بعد من شروط الهروب الامن يا طويل العمر؟ ذكرت لهم المده دخول ورشه تعرض حياتك. ممتاز ممتاز ابغى شيء كالجي كلاس. دخل اي ورشه تصليح. ممتاز ابغى شيء كالجي كلاس. بدك سلاح. فهمت. في حال نزلت بدك سلاح 10 ثواني راح اطلق على رجلك. ممتاز ابغى شيء كالجي كلاس. تيت منهم يا سعيد؟ اي هذا البلاغ الحين يوجد سيوان. ايش قلت لي التهديدات اللي تو؟ قلت لك اذلف. اذلف؟ ايه اذلف يلا اذلف انقلع من الباب ما انت مفاوضة تكلمني يلا انقلع. ترى احبك يا عبد العزيز. ما حد يعذبني انا. ما حد قال بيعذبني قلت احبك يا عبد العزيز. عذبني انا ما قلت بيعذبني. طيب انا قلت احبك طيب شو مشكلة دخل التعذيب استاذ؟ الحب فيه بصحيان عذاب. يعني انت ما تحبني؟ انا قلت احبك. انا اسالك. قلت هذا اثنتين. لا تزعل يا عبد العزيز مني. فسخ سروالك زي باقي العساكر. مو بنت تفسخ سروالك. يا رجال بفسخه وبخليك تلبسه فوق راسك. مو بنت اللي تفسخ. اتذكر كلمة خلاص. يا رجال حرك. شوف انت فاسخ بلسك. يوووو 1-0 احبك يا عبد العزيز. احبك انا بعد. تحبني؟ بعض الحين. والحين ما تحبني الحين؟ افكر في الموضوع. صرت عليه انا لو زبدت لزبده ما يقدر يقول شيء مو مفاوض. يا السلام عليكم ابو يا با ارجع ارجع يا غالي ارجع حال حتى بقال هذول ايش دخلهم ارجع يا غالي يرجع.
على سفن لا بالله خلاص روح روح قدام على سفن على سفن واقف 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 كان السك الله يقبل على سفن ايه ايه يقول سق يا بطي ولا تخفف على الريس سق على اللي راح كنا شرارة فرخن وش كان خليني اشغلها سق يا بطي ولا تخفف على الريس سق على اللي راح كنا شرارة رويس ويقول جعل الله يثبت مساره فرخ وطرده مثل طرد القرانس عنده على طرده المقفلة ما يقف خسارة يمشي 280 لا تحسبونه سريع والله الموتر بس قومه اي ها ورا هو ورا اما رحله سق على اللي راح كنا شراره يلا بينا لسه ما بدا لا انا ما ادري متى اضغط هذا يا حبيبي يا عمر الله يسعدك قدامي ايوه يمديك تجيب يمديك لا ما يمديني يا رجال وقف عند السجن تعال تعال ما اشوفك انت وراي يلا شوي طب بيمدي بيقرب ايه هو موتر يمشي 300 انا ما يشعد يمشي 80 الا نزل كان جاء يب جاء جوا من بعيد والله نجا كم الفوز وينه يما جاء قدام 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 والله نجا والله يلعن ام الغبنه بغيت اصدم المدني خليه يصدمه والله اني ابغى المدني يصدمه يمشي 500 لا مستحيل كم يمشي كم انت قلت لي 400 لا وانت قدامي تراك لا قصدي كم يمشي يعني على النزله النزله يدعس اكيد كل موته تدعس النزله تبي مره ثانيه لا 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 استسلمت ليه لان انا حق قومات مو حق سباقات 16 اي انتبه انتبه بس انتبه دبابي يا مواطن يا الاقرع يا الاقرع ها تكلمني مو بقرع انت خلنا نروح نصفط موترنا شو تسوي انت رايح تسجل خروج بروح الانباوند اعطوني اب ستريم روح هذاك تسجل الموتيل ايه يلا اسمع نوان تكفى بعدين وقت ثاني ابغى اشتري منك حاجه شو المشكله يا اخي ايه يا اخي انت اوقاتك غريبه وشو اوقات البدايه التواجد يعني إيه؟ كنت موجود هنا غريبة مو مشكله عادي عادي انا اقدر اضبطها الحين انت الزبده اني بشتري حاجه انا مهمه بعدين ضروري بعدين اكلمك خلاص تمام يلا موفقين اتمنى من اعماق ديدي اللي صاروا مين عيالكم انبسطتوا اليوم اي والله صدق جدولنا 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 سوينا جداول كثير
تدون اليوم ما قلنا بس يا اخي وش ذا والله ما اليوم احداث كثيره صارت كلها ارتجاليه يعني بس قهر انا مغبون الحين على موتتنا هذيك يعني بس اليوم في اشياء غريبه كثير صارت زي حقت اللي ما اروح الشقه وست عساكر معاهم تيز يا الله حد فيهم كان يبث يا عيال العساكر بدي اشوف من جهتهم احمد بكره بث شنو بيكون بكره وشو جراند غالبا اليوم خلينا كله ابو سبحان توقع فهد فهد ما كان بالحالة ما تفكر تلعب غير جراند الصدق ان الالعاب الثانية ما تخليك تاخذ نفس طويل في البث تعبك يعني فورتنايت ساعة بالكثير ساعة ونص خلاص تتعب يرتفع عندك الضغط امونج اس نفس الحكاية تمل بعدين يبدون العيال يحجروا لك فهمتوا يعني خلاص يفهمون لعبك اول جيمين يدرون ان اذا عاش الاخير هو بوستر واذا ما ذبحناه بيكون بينكبنا و وسمونا فورت الضغط زي ما قلنا لكم جراند هي اللي فيها تنوع من ناحيه سيناريوهات فهمتوا علي والله النوم مضروب الحمد لله السلامه رامي الله نومك كويس رامي الحين الزبده ان اوه جالسين بالجنة اي والله العظيم يا حبيبي والله شكرا على كلامك والله ان كلامك مرة ترى يحمسني ويسعدني كثير شكرا شكرا انكم مستمتعين والله شكرا الله يكثر خيرك يا دبليو زد ويعوضك اضعافها يا رب العباد اي والله ما قصر جعلك في الجنة الله يزيدك شكرا شكرا من اعماق قلبي جعلكم في زود والله يكثر خيركم وما قصرت والله كلكم الداعمين اشكركم من اعماق قلبي جاسر لي 6 ساعات الحين بكمل لو وصل زياده من الساعه 12 احنا قاعدين نبث من 12 وعليها اتوقع الحين كمان 5 ساعات ونص فبث جميل وطويل عمار يا اخي والله يسعدكم يا شات ويسعدكم حبيبي يا عمار شكرا 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 من قلبي الى هنا وصلنا لنهايه البث يا جماعه اتمنى استمتعتوا نراكم ان شاء الله في بث اخر روحوا الشباب يبثون استمتعوا معاهم والى اللقاء